عسلامة عسلامة، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشنو عاملين؟ أشنو أحوالكم؟ وشنو أخباركم؟ قولوا لي لطف في التعليقات. والله ما تتصوروش قديش نحبكم وقديش نعزكم الناس الكل. كان هكا نعرفكم ما نعرفكم مش كيما اللي تخلي لي تعليق كيما اللي ما تخليليش. المهم انتي دخلت الفيديو وتتفرج عليا وعطيتني من وقتك وكل، والله العظيم حاجة كبيرة بالنسبة لي. ما تتصوروش قديش نحبكم وقديش فرحانة بيكم في حياتي. والله هكا كلمة صغيرة حبيت نقولها لكم. اليوم كان هكا لاحظت حتى من لبسه عرفت الفيديو هذايا تابع انا فيديو اللي مشيت خرجت نقضي فيه. حبيت ان نقول لكم هكا يعني على الكلبوشات اللي اني وريته لكم تاع تنظيم الفلوس والمصروف وكل. راهو ديك البنات اللي جابتها لي ماهيش تبيع فيها برشا، قلت لي حط لنا الباج. هي كمانديتها معناها كيفها كيف اي معناها واحده شريتها وقتها نتذكر هي عندها عندي توا تقريبا 4 سنين، زعما عندها برشا عندي. راه وقت اللي جابت هالي كلمتها قلت اني ضاع لي، حطيت لكم وقتها في فيديو في تعليق مثبت هي منين شريتها. معناه تعرفوا اني وقتها عندي نمر وهي متتبعة جابت هالي وقتها. بالحق قديش عزت بيا راي، قديش عزت بيا. وكل ما زلت تتفرج عليا نقولها والله عايشك قديش عزيت بيها نهارتها. واني وقتها معناها حكيت لكم عليها الفازة ومسيلش نعودها. ما والله العظيم وقتها قديش هيك ما نعرفش هيك حسيت حاجة كبيرة. هي وقتها متتبعة جاتني في الصيف وقتها، هي حلا ما نتذكر هي من الجنوب توزر حاجة كيما هيك، اكثرية توزر حتى كان غلطة مش مشكل. المهم نتذكر بلاصة بعيدة 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 وقعدت منعش كيفاش وقت قاعدين نحكي وحبت تتصل بيا وحبت نتلاقاو في سوسة. جاتني نهار بالذمة خاطر هبطت المساكن وقتها منعرفش اني فما حاجة حكيت عليها ريدويت ولا زرابي، والله نسيت جملة. هبطت وقتها بالذمة باش تشوفهم معناها كل الحاجة اللي انا حكيت عليها. المهم اللي علي نسيت اني والله الحكاية عندها برشا. رجعت لي نهار اخر بالذمة يعني نهار الاول كي جيت معناها باش تشوفني وكل شيء. رجعت بالذمة نهار اخر، تصوروا انتم معناها بلاصة بعيدة وجيت وتقابلنا وقتها. يعني اني كنت نقضي مع الباليش معناها وقالت لي راني جايه ما نعرفش كيفاه الحقيقه وقتها على انستغرام ولا فيسبوك. وقتها مانيش قاعده نشوف الميساجات معناها شفتهم كان اخر وقت نهارتها. اني قلت لها راني مانيش في الدار راني في سوسه نقضي وقتها عرس بنت خالتي هيك على ما نتذكر. جاتني زيادة كيف كيف معناها من مساكن جاتني رسوسة. المهم باش تشوفني وعملنا تصاور وقتها وقت لي تصاور ابعث لي وني وقتها تليفوني تهلك الفيديو التصاور وقتها الفيديوهات في البريود هذيك تفسخولي وقتها قديش بالحق عزت عليا. نعرفش كان تسمع فيا قلها محلاك 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 وما عزك وان شاء الله نتلاقى معاك في الخير يا ربي. والله وقتها جابت لي كل البوشيت هذيك، جابت لي برشا هيك حاجاتك في الروز كان تذكروهم. جابت لي مقص مقوسه في الروز هيك وحايد كل نهز نتاع الفور في الروز. احسن جابت لي كل شيء في الروز والبوشيت هذيك عملتها لي في الروز. فما تفاصيل والله يصيروا معايا مع ناس بالحق نقول اني معناه اللي هيك الموقف قديش هيك اثر فيا انها جاتني من بعيد وجاتني مره وجاتني اثنين. معناه جاتني مره الاولى وقعدت تلوج على الدار وجاتني مره اخرى. يعني وقتها نهارتها انا نتذكر نقول يا اخي جيت بالحق من البلاصه هذيك نسيت اني بلاصه بعيده. المهم تقول لي والله على خاطرك حاجه تفرح على الاخر. والله ان شاء الله ربي يخليكم لي. حسيت هذاك المنظم هذاك الحقيقه هي جابته لي وقتها كي كلمتها وسالتها قالت لي راني سيرينك منديتها من باج وحطيت لكم الباج. ما صدقوني مشي عليا معناها الفيديوهات ومعناها عندها برشا الحكايه يمكن 3 سنين الحكايه عندها.
شو زيدوا شوفوا انتم، اكيد اكيد تلقاو منهم. اني شفت من بعد وقتها ما هي جابتهم لي، طلعوا هما هذوكم والناس الكل وقت عندهم منها. ان كنت تذكروا اول ما عملت القناة كنت نقول لكم راني نعمل جوابات ذوكم، نشريك الجواب هكايا من المكتبة نحط فيهم الفلوس وننظم فيهم الفلوس، كنت تذكروا معناها. وهي قالت لي وقتها خاطر سمعتك تحكي هيك وهيك عاملة معناها عاملة كجوابات الظرف هكايا تحط فيه، حبيت نعمل لك هدايا هوكا مزيان وكله ومحلاه معناها هيك باش تنظم فيه تنظم فيه مصروفك والفلوس وكل شيء. اما لو جو انتم البنات تلقاو برشا برشا لهني في تونس يعملوا فيهم برشا هيك. نشوفهم. وخلينا انا نرجع نحكي لكم. الفيديو نتاع اليوم اني خاطر ما نجمش هيك نتعدى كيما نقولوا مرور الكرام على هيك، حتى كي تبداش مغرفة معناها جاتني ما نجمش نقول جاتني مغرفة. انتم ما نجمش، لازم نحكي التفاصيل نتاعها وخاطر كل حاجة هيك جاتني من المتتبعين نتاعي وراها حكاية معناها، ونتذكر كل حاجة هيك كيفاش جاتني وكيفاش مولاتها جاتني. ربي يخليكم ليا والله. الحاصيل لهني البنات قلت لكم نفس الفيديو باش نطيب معاكم الفطور وباش نحضر مع بعضنا كالخلطة متاع الشعورات. قلت لكم عندي برشا حاجات الايامات الجاية، اليوم باش نعمل معاكم الزيت هذايا، وغدوة ان شاء الله باش نعمل معاكم الخلطة زادة تتعمل للشعر اللي هو السدر. شريو السدر ونعملوها مع بعضنا، واليوم خلينا نعمل مع بعضنا الزيت اللي قلت لكم عليه. حاسيلو ما الفيديو اللي فات شريت معاكم شفت معاكم برشا حاجات كجلجلان والزنجبيل وكل شيء، لهني باش نبدا نحضر فيهم معاكم. اني خديت زوز روساتات من زوز معناها طرق من التيك توك، زوز باش نخلطهم مع بعضهم ونعملهم في نفس الوصفة. اكيد راكم تشوفوا في الثومة هي الباز متاع الزيت اللي باش نعمله، هو فيه معناها الثوم وفيه برشا حاجات باش نوريكم. سنة نبداو بالمرحلة بالمرحلة. المرة اللي فاتت عملت معاكم وصفة المايونيز وهذيك العظمة، فما برشا حتى في التعليقات قالوا جربناها وكانت ناجحة، وفما برشا زادا كلموني وبعثوا لي مساجات قالوا لي رانا جربناها وعجبتنا. خاصة نقول لكم في المدة هذية متاع البحر راهي تفيد على الاخر، تجم البنات تحطوا كعب عظم كاملة. خاطر شفت فيديوهات اخرين قالك عادي تنجم تحط عظمة كاملة، ولا تعملوا كيما عملت اني في الفيديو فص عظمة معناها هيك الاصفر هكا. به خليني حضر نكمل ركح الفطور باش هكا نتلاها نتلاها في الوصفة، خاطر باش نهلك فيها الكوجينة، فيها برشا حاجات وفيها برشا معناها برشا برشا حاجات باش نحطهم فيه الزيت هذا. الفيديو جاني ياسر طويل هكا علاش قسمته لكم على اثنين. باهي جبت لهني هذوما باش نزيدهم اني زياده من عندي. شفت وصفه ام تحكي على بناتها معناها في كومنتير معناها كل يبداو ناس تعطي معناها تجارب متاعهم، قالت احسن خلطه عملتها ونستعمل فيها لبناتي، قالت ما شاء الله على شعوراتهم. تاخو زيت زيتونه وتحط عليه الجلجلان وهذيك نقولوا لها بذور الكتان، ولا استنى قولها بذور الكتان احنا بذور الكتان والجلجلان، قالت تجمرهم شوية على الغاز ومن بعد تحطهم ترحيهم وتحطهم على زيت زيتونة. هذه هي الوصفة الأولى إذا تحبوا تعملوها معناها وحدها. والوصفة الثانية زادة من أكثر الوصفات الناجحة زادة قيتهم، الزيت تحط فيه الثوم كما اني باش ناخذ كميه كبيره متاع ثوم اسمه الكليل. الكليل راهو زاده فيه منفعه كبيره كبيره معناها للشعر، وفيه العود القرنفل وفيه الزنجبيل
الحاجة الوحيدة زنجبيل هي ما دخلتش وشرشيت معناها على الفوائد متاعها. والله هو دخلت توا شفت الفوائد متاع الزنجبيل وكنت حابه زيد ادخل انتم اشوفه. الزنجبيل قالوا من اكثر الحاجات اللي تعالج لك الشعر، وخاطر فيها برشا فيتامينات، القشرة تنقص لك من القشرة، تحسن لك في شعرك، في كاليتي متاع شعرك، ينبت الشعر، يصلح الشعر، حاسيلو ما شاء الله في برشا منافع. واني الحقيقة ما كنتش ما في باليش معني توا، والله دخلت شفت خاطر هذه الخلطة معناها هي اللي لقيتها اكثر خلطة زادة ناجحة على الاخر، نجم اي مرأة تعملها في دارها من غير ما تقعد تكمندي وكل. والله البنات لك الدبوسة صغيرة اللي وريتها لكم قلت لكم ريحتها خايبة وقت عملتها لسلمى، هذيك بخمسة ومعناها ب45 شريتها، وراي قد الطرف راي ما تعمل حتى شيء، فهمتوا؟ تبدأ واحدة شعرها طويل، علاش انا عملت بها مرة بركة، واحدة شعرها طويل تعملها في مرتين، تصوروا انتوا معناها نقولوا في كل مرة تعمل في شعرك 13 14 دينار معناها طرف زيت. عاد تولي تحضروا في الدار خير بصراحة، خاصة كي تبدأ انت معناها ام ومعاك بنات، عرفتوا عندك بنية ولا اثنين ولا ثلاثة، تولي تعمل الزيت في دارك وحدك، الوقت تقعد تشري فيه وتقعد، والله مش غاليين معناها كل شيء مش غالي، بلفين تاخذ جلجلين، بلفين هذه بذور الكتان، بلفين زادة عندي وصفة زادة طيارة على الاخر زادة كريمة تتعمل بهذاك بذور الكتان، هذو نعملها معاكم مش نورمال زادة نستحكي عليها ما شاء الله. فما برشا حاجات تعرفوا الواحد ما كانش يعرف، اني ساعات نبدا نشوف الناس تشري فيك الحاجة، ومثال الصدر نشوف الناس ساعات اخو فيها عدد توابلي وكل شيء وكل شنو يعملوا بيه ما يجيش البالي، وكل حاجة سبحان الله معناها عندها الفايدة متاعها، كل حاجة فيها فيتامينات وفيها فوائد كان للبدن كان للوجه وكان للشعر. وديما تقعد الحاجات الطبيعية خير برشا من انك تمشي الحاجات الكيميائية وكل تقعد تصلح في شعرك بحاجات اخرين. فما زيت قام متاع شعر كاملة نحب نجربها، نشريها ونجربها ونشوف اذا فما فرق بينها وبين اي هكا شامبوان واي ماسك، يعني خاطر كل مره نستعمل ماسك، كل مره ابري شامبوان، كل مره شامبوان، فما قام هذه يشكروا فيها الناس كل، نحب نجربها وكان مشات معايا تو نقولكم عليها. زيتك القاميتك اللي تبدا طبيعيه زيت الحقيقه تحفونين ونشك معناها بالنسبه لي يمشيوا معايا على الاخر، اما تبدا غاليه شويه ما غير ما نقعد نسمي، ما كل مره ناخذ قام تاع شعر تبدا فيه الماسك والسيروم والشامبوان وكل شيء وال معناها حصيلوا فيها برشا حاجات، اما مشكلة يبداو غاليين شويه هكا، علاش صحيح باين خاطر حاجاتك تحسهم طبيعيه كل، اما غاليين شوي كي المشكله. بهلهني خديت جلجلين او حمرته شويه وباش نرحيه، اي لازمتني ناخذ رحايه سبيسيال كان باش نقعد هكا، اكيد ان شاء الله كان هكا لقيت فايده ولقيت فوائد على شعري وعلى شعر بنتي، اكيد باش نولي ديما نعمل حاجاتي هكا في الدار معناها ديما نشري ونعمل وكل. نحب ناخذ واحده اخرى كبيره، رحايه كبيره، وعرفتوا كل يبداو يتباعوا هما اوكازيون هكما متاع مولينيكس وكل، ترحي لك الحاجه اللي تقر زيتها. انا عندي كعبه البنات ما كنت تعرفوها، اما ديك مخليتها سبيسيال للبوفريوه لوز سكر، ما فهمتوا حاجه حلوه مانيش باش ما نستعملهاش لا فلفل اكحل لا كركم لحد شيء، وهذه عملتها للحاجه الحاره معناها وكل، عملتها الفلفل اكحل كرويه كمون. نحب ناخذ واحده هكا كبيره كان مشيت مع الحكايه، نحب الحاجه اللي تقر زيتها هذه، ومشكلتها البنات ما ترحي لكش الحاجه اللي تقر زيتها، لا حسيلو رحيت فيها كالصدر ما ولا ليش بودر كما هما يعملوا فيه، لا عادي حسيلو ويلا علينا شبني ندخل في حاجات اخرين يعني. اما قلت لكم يعني كانت تنجموا ترحيوهم مالين يقروا زيتهم، فهمتوها؟ ما مش كيما اني انا رحيت كيك وكاهو خاطر ما تقرليش الزيت الرحايه ديك كان الاخرى، اما الحق الاخرى ما نحبش نفسدلها المطعم نتاعها، نستعملها لك البوفري والاخرى
بفريو ولا ججلي هذيك شنو نستعملها. بيلاني حطيت خديت الزنجبيل، لقيت عنده هكا شويه زنجبيل، وكيما قلت لكم راهو كل شيء ما يتكلفش، معناها تقريبا اني استعملت نقولوا 10,000، نقولوا كان خليت 12 دينار معناها مكونات، اما راني ما استعملتهمش، خديت بلفين بلفين هكا بلفين هيك بلفين هيك، اما راني استعملت كيما نقولوا 400 فرنك جلجلان، 400 فرنك زنجبيل، 400 فرنك بذور الكتان، 400 فرنك كليل، 2000 فرنك اسمه العود القرنفل، فهمتوا معناه مش 12 دينار، لا يعني نقولوا 3000 4000 فرنك عملت به الزيت، اما بالطبيعه لازمتك زيت باهي. وكاب بين هني اول حاجه خديت الثوم هرسته، خديت كونتيتي كبيره تقريبا 3 روس متاع ثوم، هو من المستحسن ثم الثوم الثكر معناه هذاك للشعر. وهني خديت الزنجبيل باش نربيه شويه، هو اني كان استعملتك الشوارة خير من هذه، اما مش مشكل هاوكا باش نربي الزنجبيل. كما قلت لكم في برشا من نافع للشعر، يصلح الشعر على الاخر، كله فيتامينات، هو حتى للماكلة يقول لك من احسن الانواع متاع الفايح في الماكلة هو زنجبيل، يعني تصوروا انتم المنافع متاعه، معناه عندك هو والكركم اكثر زوز حاجات اللي فيهم فايدة كي تحطهم في طنجرتك اكثر ما كان الفلفل الاحمر والفلفل الاكحل وكل حاجات الاخرين. هادي الزنجبيل اخر طرف، تعرف لقيت عنده كل شيء شويه شويه، الزنجبيل لقيت عنده طريف تحسها اصلا، هو ما حبش يبيع حالي معناها، قال لي لا وفا، قلت له ميسالش خلني نشريه وخاطر حاجتي بها معناها، وليت شريتها ما دوما طلعوا لي تقريبا 15 ولا بلفين. ما هما هي نورمالمون الزنجبيل راهي هكا شاده روحها اكثر من هذه، تحسها عرفتوا بناتك على الاخر يعني. والصدر زيادة ما عقيتش عنده صدر، ما عندوش برشا شويه بركه. وصفه الصدر دي كنت نعملها معناها في فيديو واحدة، هذوما اخر طرف ما نجمتش نربيهم خاطر مجلدين عرفتو، وليت قصيتهم وحطيتهم هكاك، ميصيرش قد ما تحطوا باهي. اني الكليل باش نحطه هكاك، يعني اكثر حاجة طلعت فيه الريحة معناها الزيت هذا هو الكليل، كي تشم هكا تشم كليل معناها ما تشم حتى شيء. خديت العود هكا، عود قرنفل زيت طيارة للشعر، تنجمو حتى تحطوه في الشامبوان، تحطوه في الابريم تاعكم يسيب الفوائد متاعو. هاك الكل معناه يقعد من اللوطه، راه معناه مش مشكل كان فما عود ولا حاجه مش مشكل، هاك الكل باش يقعد من اللوطه، واحنا باش نستعملو كانك الزيت اللي من الفوق، فهمت البنات؟ او كان نعملو تخليطه قبل ما نستعملو، ومن بعد ولا تنجمو ترحيو معناه تنجمو الكليل كيما كدبوسه اللي انا شريتها لسلمى مرحيه، الكليل والحلبه وكل مرحيين معناه متراشي. مشيت لهني نجيب فك الزيوت اللي لقيتهم عندي، ونسيت الزيت الاراغان كي وقتك ما عادش نسميه، المهم زدتهم من بعد يعني نسيتهم، ما فهمتش كيفاه هكا مشي من بالي. اضيع عندي زيت الكليل، تنحط لكم البنات باج تبيع في الزيوت هذوما، اضيع زيت الكليل صدقوني عنده عام عندي، ريحته ترفش معناها تصرع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على خدمتها. ديجا هي معناها بديت البروجي متاعها جديده معناها، ومعناها وتصور كيفاش قاعده تقطر في كل حاجه وكيفاش هيك تخرج منها الزيت، ما شاء الله على خدمتها، حاسين ان شاء الله دوبا ما تكمل لي معناها الزيوت هذوما اللي عندي باش نزيد ناخو من عندها، خاطر ما شاء الله على الكاليتي متاع الزيت. هذايا زيت الكليل، وقت عطاتها لي قالت لي خاطر مازلت ما عملتش الامبلاج نتاعها، وزيت جلجلان زيدا روعة، زيت الجلجلان جربته اني لشعري ولوجهي،
هني يعني البنات خذيت زيت زيتونة يكون قديم، ماذا بكم يكون قديم ديجا هاكا مريتو حتى لونه تحسه فاتح، عنده تقريبا 3 ولا 4 سنين زيت هاكا. حطيته يسخن شوية على الغاز، دوب شوية سخن، تنجمو حتى تسخنوه في حمام، معناها في تحطوا طنجرة متاع مي وتسخنوا فيها زيت زيتونة باش ما يفقدش المنافع متاعو. وبعد صبيته على كل خليط متاع الكليل والثوم وكل شيء. غسلوا راجلي من بعد اني حطيته في الدريسينك خبيته حلبة في الدريسينك، قال شنو هذا سحر ولا شنو والله يا ربي. ربط الطنجرة معبية زيت. قلت لكم من بعد نجموا تزيدوا فيها اي نوعيه متاع زيت عندكم. اني حطيت زيت الكليل ونسيت الزيوت الاخرين، كملت الحقيقه كملت، حطيت ما شريتش السينوج هكاي حبه البركه حطيتها زيت، نجموا تزيدوا تحطوا سينوج زياده باهي حبه البركه معناها. زيت حطيت قلت لكم زيت هوكا لهني بديت نتذكر معناها نحط هذيك حبه البركه، زيت حبه البركه زياده مش نورمال مش نورمال مش نورمال. مقطرة تحسها عرفتوا الحاجة بالحق معناها، يعني جاب وقتها خديت من عندها برشة وبعثت لي برشة هي زادة من عندها، تقريبا الكل استعملتها، مقعدت لي كان الكليل هذيك مستعملتها حتى مرة. وعندي دبوسة متاع حبة البركة ومتاع الجلجلين زادة، جلجلين زادة مقطر ما شاء الله، كي نقولكم خاثر خاثر على الاخر. وتنحط لكم ان شاء الله يا ربي نلقى الليام تاعها ونحط هيك في تعليق مثبت. زاد اني ان شاء الله باش نكمل نجيب من عندها، لاني حطيت حلبة بعد ذكرت قلت حقا عندي حلبة هاي كمل حطها، حسيلو ما خليت شي ما حطيتوش. من بعد كملت عاد كيما قلت لكم، كملت زيت الاراجان وكملت اما ذوكم زيادة من عندي. هي الوصفة كيما قلت لكم الاصلية فيها ان شاء الله ما كنتش حكيت برشا. فيها الكريم ما نحبكمش تبخلوها، ما نحبكمش تقولوا لا هدي برشا حاجات فيها، لا ما فيهاش برشا حاجات، فيها الكليل فيها زيت زيتونه فيها الثوم زنجبيل وعود قرنفل وكهو. هذه معناها الوصفه اللي ضاربه على الاخر والناس الكل تستعمل فيها وما شاء الله متاع الزنجبيل والثوم، فهمتوا. والوصفه الاخرى لاني خلطتهم مع بعضهم هي اللي فيها بودر الكتان وفيها جلجلان. اما توا مسيش تمشوا للتوابلي تاخذوا من عنده هالقضيه هذوما، راهم كيما قلت لكم 5000 فرنك تنجم تاخذ بها وتعمل زيتك في الدار وكا اوكل يعني ماشي ونزيد، فهمتوا. ضيا زيت ناشن وحاسين كل مره شنو نجيب ونحط فيها. ان شاء الله يا ربي نلقى فايده معاها. وقلت لكم الوصفه الجايه اللي هي السدر، بس الدر كان تحبوه تحرقوا الاحداث تشوفوا الوصفه كيفاش تتعمل. زاد الناس الكل تشكر فيها وحتى في التعليقات عندي ريتهم يشكروا فيها، وان شاء الله يا ربي هيك نلقاو نتيجه مع بعضنا. برشا منكم قلتوا لي سيرين راهو حتى احنا نستناو في شكون يشجعنا على شعرنا، ان شاء الله نداوموا على الحكايه هذه. ومحلاها كتبت حاجتك معموله في الدار، اول حاجه رخص بصراحه يعني ما وصلتش، شوفوا الكميه اللي عملتها راهي صحفه كبيره معناها ما شاء الله، ده يشدني عام. والبنات ماذا بيكم تغطيوها تحطها في بلاصه ظلمه، وماذا بيكم تخليوها حتى جمعه، فهمتوا، حتى جمعه. و حتى جمعه ولا فهمتوا، ولا تخليوها حتى شهير وتبداو تستعملوا. اني استعملتها بعد 4 5 ايام كي بديت نستعمل فيها ليا ولسلمى، وهوكا قبل الدوش تعملها تخليه ساعتين ساعتين ثلاثه في شعرك وبعد الدوش. وشنو اخر اللي ربي كنت شو نقوله لكم، اي تقعد معناها تقعد حتى عام هكاك عادي، معناها انا عملت كميه كبيره وكما قلت لكم كميه هذه ما تجيش في حق الدبوسه اللي خديتها، فهمتوا، كي تحسب الزيت وكل ما تجيش في حق الدبوسه اللي شريتها. وكهو هذا هو كان الفيديو متاعي لليوم، ان شاء الله يكون هكا مفيد حتى شويه. زيدوا شرشيو للي عنده مشكله في شعرها، تيك توك بصراحه تلقى الفيديوهات في ساعه ملخصه وتلقى برشا حاجات وتلقى اصلا الكومنتات خير من مثال باش تدخل على جوجل وكل شيء تشوف كل حاجه الفايده متاعها. تشوف اني نحب هكا نسمع نصائح العباد، نحب نشوف تجارب العباد، فهمتوا. واني هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو، هذا هو فطوري وهذا هو الفيديو متاعي لليوم، على خير وبسلامه.